فريق المستقبل الرشا واتحاد طنجة، لكن قلت لكم المعطيات تعطينا إثارة. هذه بداية مسيرة اتحاد طنجة، يضيع موكوكو نايمي في أول فرصة كان بإمكانه أن يستغل الفرصة ويسجل هدف عبر أيوب بن ناح، يبقى الأفضل إلى حدود اللحظة في تشكيل فريق الرشا الرياضي. أيوب بن ناح اختار التسديد ناح، لكن كرة ترتطم بأيوب الخارقي وتمشي من موكوكو، يقوم بالدور الدفاعي حكم المغربي، فسيكون متواجد حكم رابع في المباراة النهائية لكأس السيد للأندية الأبطال. هذه كرة تلعب مقوسة طنجاوية، يبعد خطيرة والحكم يقول خطأ. فرصة كانت لفائدة فريق اتحاد طنجة، هدف مرفوض قبل ذلك الصافرة من الحكم يعلن عن خطأ لفريق الرشا الرياضي. العاطية لعبت بهذا الشكل، هنا الارتقاء والمتابعة تمشي خطيرة لزكريا حدرف. حدرف يعطيه استماتة من جانب الدفاع، نتابع الكرة وتابع الضغط، نشوف الكرة اللي لعبت هذا الشكل من سفيان الرحيمي، ولكن اللعبة الأولى مشات الثانية من نفس اللاعب من سفيان الرحيمي، يطالب بلمسة يد لكن الحكم قريب. اللي بعد كان من جانب من؟ كان من جانب عصام الركي، واللي بعد هذا القرار في الحكم كانت قرار لهم هنا أن نتابع الجمالية والأهداف. جمالية في الأداء والأهداف من الفريقين معا حتى تلتقي المباراة، الأداء يكون إن شاء الله أفضل من الأداء اللي تابعنا في هذا الشوط الأول، سواء فيما تبقى من معطيات هذا الشوط أو كذلك الشوط الثاني. سريعة، تبويج جيد من محمود بن حليم، حضرة لزكريا حضرف. حضرف يمشي، حضرف سد الأرضية لكن ضعيفة بين يدي الحارس هشام المجد، تمشي بين يدي الحارس هشام المجد حارس مرمى فريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة في الميناء التلوشومية، محمود بن حليم مرة أخرى يبعد من أيوب الشرفي، يبعد فقط في اتجاه من في اللاعبين ديال فريق الرشا. مع زكريا حضرف عطاء محمود خطيرة قدمت لاسيست زكريا حدراف، عطاني الدويك والدويك الواد سجل، خلصها من هذا الاستعصاف في الجوله الاولى، لانه لا يعقل ان تضيع فرص بهذا الحجم وبهذا العدد. وبعد ذلك نشوف هدف اخرى في الشوط الثاني، هنا الحكم يتم وصلة اللعب تمشي اماميه، ملعوبه رشاويه العرضيه متابعه من حمامي، ماذا يفعل حمامي؟ حضر فقط لزكريا حدراف، شاطين قص الدوده ضعيفه من هذا الحارس هشام المجد. الاتحاد طنجة تلعب كرة ثابتة خطيرة لبعد المرة الأولى والثانية، جول 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 زكريا حدراف. زكريا حدراف على الطريق الحدرافية، يا احتفالات الرشا الرياضي، كلما سجل زكريا حدراف يتمكن من افتتاح حصة التسجيل في حدود الدقيقة 48 دقائق بعد دخول الفريق لرقعة الميدان، دقائق على طريق الجولة الثانية. الكرة الثابتة عطات الحل، زكريا حدراف في المرة الأولى والثانية سددها، أظن ارتطمت أحد اللاعبين، نشوفوا الإعادة من زاوية أخرى، هنا تسديدة من زكريا حدراف اللي بعد من الخليقي، الحدراف سددها بنيران صديقة اللي سكنها في الشباك، وعمر العرجون كان يبحث من اجل ابعاده، بعد في شباك فريقه، بعد في شباك فريقه ابتسامة ربما عند اكثر من دلاله بالنسبه لكارتيرون. ايش هو اللي تميزها؟ كرة تلعب في الجهه اليسرى، مشات كرة امامية ملعوبة لفتيش من فابريسكا ينكا. اتحاد طنجة هجوميا خايف في الشوط الثاني، ولو فرصة لتسجيل هدف ثاني. هذه تسديد الشاكر تمشي جانبيا عن مرمى هشام المجد. تعطلت الآلة الهجومية لاتحاد الطنجة فيما لا زالت يعني الآلة الهجومية للرجاء تعمل في هذا الشوط الثاني وتبحث عن الهدف الثاني. الشوط الثاني الرجاء يعلم جيدا بأنه 1-0 لا تؤمن من النقاط لو رب العمل لو كذلك. هذه تسديد هشام المجد، رائع كمية جميلة تسديدات الرشا الرياضي تحضر من أنس جبرون، وكمية كذلك ارتقاءات
الكرات الصديات هشام المشيدي بعد واحدة من الكرات القوية والتسديدات التي دابت في اتجاه مرمى فريق اتحاد طنجه بعد هذا الشكل هشام المشيد المشيد يحرم فريق الرجاء الرياضي يحرم فريق الرجاء الرياضي من هدف يحرم فريق الرجاء الرياضي من هدف ثاني 89 دقيقة متبقية